السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زكريا بويشام لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي. وفي هذا الفيديو جيت ندوي لكم على كيفاش تجيب لو ماكسيموم ديال لي نوت في شي فرض ولا شي امتحان ديال الرياضيات. هذا الشيء ندوي بغض النظر على الاستعداد لذاك الامتحان. افترضوا انك استعديتي، وهذا كنهضر على الوقيته اللي كدوز فيها الامتحان. اعطيكم بعض النصائح بما انه انتم مقبلين بعد الاطلاق على امتحانات وفرض، حيت كاين بزاف ديال التلاميذ اللي كيوجدوا الامتحان ديالهم الفرض ديالهم المحروس، ومع ذلك نهار الامتحان تيوقعوا لهم واحد اما بسبب الخوف ولا ستريس ولا هذا كيصدقوا كيديروا شي اخطاء اللي كيخليهم مثلا يضيع بزاف ديال النقاط، يعني واحد ثلاثه ديال النقاط، جوج نقاط، حسن اربعه ديال النقاط كيضيعوا له. في العوض ما يجيب مثلا واحد 17 كيصدق يجيب 13 ولا 12 ولا 13، يعني بحال هادشي كذا. يعني كاين واحد الاخطاء كيديروا نهار الامتحان، واخا تكون موجد مزيان الا درتي هاد الاخطاء راه ما غاتجيبش نقطه طالعه. دونك هذا هو الموضوع اللي اختاريت نهار الاحد، لان كل نهار الاحد كندير فيديو كنهضر فيه على الموضوع. في لي كومونتير قولوا لي شنو المواضيع الجايين اللي بغيتو نهضروا عليهم. انا قريت لي كومونتير ديالكم المره اللي فاتت وقلتوا لي باش نبقى ندير لكم لي فيديو ديال النصائح، فانا استجبت لهاد القضيه وغنبقى ندير لكم كل حد فيديو فيه بعض النصائح. وباش تعاونوني اقترحوا لي المواضيع اللي بغيتو في لي كومونتير. افترضوا دابا انت وجدتي الامتحان والفرض ديال الماط اللي عندك، وجدتي له راك مستعد، درتي له ماكسيموم ديال الخدمه ديالك. انا نهضروا في يعني انت يا جاي فاهم 80% من داكشي اللي خصك تكون فاهمه، ما نهضرش اللي هو نورمالمون خصك تكون فاهم 100%، ولكن نقولوا مثلا انت جاي كيفاش ديك المعلومات اللي عندك تعرف تستغلهم باش تجيب اعلى نقطه ممكن تجيبها في ذاك الامتحان ولا ذاك الفرض. وهذا الشيء راه كيشمل الناس اللي موجدين مزيان والناس اللي ما موجدينش مزيان. راه كاين واحد ما موجدش مزيان ويقدر يجيب اكثر من هذاك اللي موجد مزيان، حيت هذاك اللي ما موجدش مزيان هذوك المعلومات عرف يستغلهم، ونهار الامتحان ما تستريساش وعرف كيفاش ينتقي الاسئله اللي غادي يخدمهم. وواحد موجد مزيان ولكن تخلع وترون فكيقدر يجيب واحد النقطه اللي هابطه. دونك انا غادي نبدا لكم نرتب لكم هاد الحوايج اللي ما خصكمش ديروا نهار الامتحان واللي خصكم ديروا نهار الامتحان ملي تكونوا كدوزوا الفرض وحده بوحده وغندويو عليهم. اولا تهدئه الاعصاب وتخفيض التوتر. يعني اول حاجه كتدخل الامتحان كيبداو يتفرقوا الوراق، كتبدا يشدك واحد شويه ديال ستريس والتوتر. هذه ما يمكنش انا نقول لك واحد النصيحه نقول لك فيها ما توترش، عدم التوتر، ما تستريساش، راه ما يمكنش، ضروري غتستريسا ولا بدا اجدك داك ستريس كيتفاوت من شخص الى شخص اخر. كاين اللي كيستريس بزاف، كاين شويه. دونك الواحد يكالمي الاعصاب ديالو ويبدا يخفض من داك التوتر. كيفاش؟ تو سامبلومون يبقى يدوي مع راسو، هذا غير امتحان، هذا غير فرض. كل واحد كيفاش شنو غادي يقول لراسو. المهم نتوما دويو مع راسكم شي حاجه اللي تخليكم تخفض لكم التوتر. هذا غير امتحان، انا راه وجدت مزيان، صافي الاسئله راه يكونوا ان شاء الله في المتناول وكل شيء غادي يكون مزيان ان شاء الله، وانا غندير الماكسيموم ديالي وغنعرف ننظم الورقه ديالي وغنعرف كيفاش نختار الاسئله والتمارين اللي نبدا بهم من الاولين، وان شاء الله ما يكون غير الخير. صافي وراه هذا اختبار، وحنا كامل الناس اللي في القسم عندنا نفس الاختبار. دونك انا مني من الناس وغادي ندير المجهود ديالي باش نجيب نقطه مزيانه. دونك وكل ما كنت موجد مزيان وتايق في راسك كل ما كيجيك يكون التوتر قليل كيسهل عليك انك تخفضه. بيان سور كاين الناس اللي ما عندهمش توتر كاع، اللي ما موجدش كاع وما باغيش كاع يجيب نقطه عاليه، تكون يكون عندها توتر الاول. ملي كدير هذه الخطوه هذه عادي يمكن لك تبدا وتشوف، وزائد زائد التوتر يقدر يكون مازال لانك مازال ما شفتيش الاسئله. كتشوف الاسئله، دونك كتشوف الاسئله ديالك، عندك تبقاو في هذا الشيء شي 20 دقيقه ولا هذا الشيء، راه كنهضر لكم غير في ثواني معدوده، ما تضيعش بزاف ديال الوقت. كتجبد الورقه تبدا تقراها كامله، كتشوف التمارين اللي كاينين، كنهضر على الرياضيات، كتشوف التمارين اللي كاينين واحد بواحد، تمرين بتمرين، وكتشوف الاسئله اللي كاينين. كتقدر تضرب عليهم مع الطلاب بحال هكا، تقراهم بالزربه، ماشي تبقى تقراهم وتعطل، لا، لان الوقت مهم. قراهم وشوف انت هذاك الامتحان، الورقه ديال الامتحان، حدد انت شنو هو الحاجه اللي قريبه للتفكير ديالك وتخرجها انت بسهوله. دونك تاخذ التمرين اللي انت فيه نقاط القوه ديالك وتبدا به هو الاول اللي انت غتقدر عليه وغتخرجو. هادشي غيزيدك في الثقه في راسك. دونك من الخطا انه بعض المرات كاين اللي كيدخل الامتحان معول ينزل على الورقه من الاول حتى الاخر. دونك هذا غيكون هو الحاجه الثانيه.
ثاني حاجه البدء بالاسهل، بدأ بالحاجه اللي هي سهله بالنسبه لي، حيت كل واحد وتمن اللي غادي يجي سهل. دونك انت بدأ تخدم هذاك الشيء اللي ساهل هو الاول. علاش؟ لانه ملي كتبدا تخدم داك الشيء سهل على الاقل كتضمن دوك النقاط اللي انت غادي تاخذهم. تقدر تبدا مع شي تمرين اللي هو صعيب عليك ولا يعني بالنسبه لك انت ما وجدتيلوش مزيان داك الشيء اللي فيه، غتقدر تضيع الوقت وهادشي غيديبريسيك واحد شويه وغتبقى غير تجري باش يا ربي يقضك الوقت تخدم داك الشيء اللي انت كتعرف له. دونك بدا بالحاجه السهله، وبدا بالسهله كاع وبقى غادي وكتدرج، غادي وكتدرج. يعني كاين اللي غايقول مثلا كاين جوج تمان هادو بجوج مساهلين، بدا باللي ساهل فيهم مره، فهمتي؟ بدا بالسهل، الحاجه السهله، حيت هذا امتحان، امتحان. دونك بالعكس البريباراسيون، البريباراسيون باش تبريباري الامتحان خاصك تشوف الامور اللي التمارين اللي هما شاملين وفيهم الخدمه وهذا. في الامتحان الاكس فكر بواحد الطريقه ديال انك كتصطاد النقط. دونك بدا شوف الحاجه السهله، مثلا اعطيكم مثال، مثلا بعض الحيوانات المفترسه في الصيد كتمشي لهذاك اللي ما كيجريش مزيان، عقلتوا تكون شفتوا هادشي في بعض الوثائقيات، كيمشي لهذيك اللي كتجري كتجي ساهله ما كديروش المجهود ديالو. بحال هكا في امتحان خصك تصيد النقط. ثالث حاجه اجتياز الاسئله المعرقله. شنو هي الاسئله المعرقله؟ هو واحد السؤال تيعرق لك، كتبقى غادي خدام مرتاح زوين، كتوصل لواحد السؤال تيبلوكيك، كتبقى حابس فيه. ماشي كنقول لك كتبقى تخدم فيه وانت عارف الحل، لا، كتبقى حابس كتفكر، حابس ستيلو، رغم انه كاين اسئله اخرى اللي تقدر تحرك فيهم بالستيلو. شنو خصك دير؟ خصك تقوم باجتياز ذاك السؤال وتخلي الفراغ ديالو، اولا تكتبه من بعد، دير عرق من السؤال والتمرين وغادي يبقاك الوقت ليه. دونك السؤال اللي غادي يعرق لك ويضيع لك الوقت وغتبقى تفكر فيه وانت ما اصلا ما عندكش امل انه تخرجه، او كتقول ربما نعرف الفكره، دوز واخا تكون تقدر تخرجه، عارف راسك تقدر تخرجه، دوز لك السؤال اللي هو سهل منه هو الاول، عاد رجع لهذاك. واخا تكون عارف تخرجه ولكن خصك تفكر فيه واحد شويه، سير لهذوك اللي كتخرجهم بدون تفكير، داكوغ، عاد رجع لذاك السؤال. دونك هذه قضيه مهمه بزاف، وكتخلي لما خدمتيش بهذا البرانسيب في الاخر ديال الامتحان ملي تخرج تحسر، تقول واه الحمد لله السؤال ساهل ما درتوش، غتبقى تحسر على ذاك الوقت اللي كان عندك وما استغليتيش. رابع حاجه كيفاش نستعمل ورقه الوسخ. دونك هذا وين الاسئله اللي خصهم شويه ديال التفكير اللي كتحتاج فيهم ورقه الوسخ. هنا ولا من الاول كاع كاين اللي كيستعمل ورقه الوسخ. ورقه الوسخ اون فوا تشوف راسك قربتي توصل الجواب صافي، سير ورقه التحرير وكتب فيها، ما تبقاش كاين اللي كتلقى ورقه الوسخ عندهم منظمه ومقاده بحال هي اللي غيعطيها للاستاذ. لا، مزيان تكون منظمه، غير هو تحس براسك قربتي الجواب صافي حبس، سير الورقه التحرير وعاود تكتب، بدا تكتب نيشان داكشي باش ما يضيعلكش الوقت. اولا ورقه الوسخ دير فيها غير داك الكالكول اللي انت بحال مثلا ما تبقاش تكتب داكشي منظم، يعني حاول ديك الحاجه اللي انت باغي تتاكد منها بالحساب ولا بالكالكول ولا بالتبسيط ديال شي تعبير، ديرو في وسخ بالزربه. زائد ان ورقه الوسخ تستعملها مزيان ملي هذوك الاسئله المعرقله اللي قلت لك غترجع ليهم وتجلس تشوف، غادي تحاول انك تلقى شي حل في ورقه الوسخ، وبالتالي تكتب داك الشيء اللي تعرفتي له في ورقه التحرير. ملي غادي دير هادشي كامل غادي تجي واحد المرحله اللي هي انك صافي درتي بزاف اسئله وقالك واحد البارتي ما عارفاش، واكيد ان شاء الله غادي يكون عندك حتى وقت، واحد الوقت متبقي. هنا خصك تاخذ قرار حاسم، تقول انا هذا الوقت اللي بقى ليا اين سؤال غيمكنني نخدمه ولا اين تمرين ولا، وغادي تختار، تحاول تختار على حسب انت القدرات ديالك شنو خدمتي، وغادي تمشي تختار واحد التمرين وتفكر فيه وهذا، وتحاول دير المجهود ديالك فيه. الحاجه الخامسه هي انك تاكد من الاجوبه اللي درتي. واحد القضيه خصك تكون تديرها من البداية ديال الامتحان حتى الاخر، وهي انك انت ملي كتقرا شي تمرين كتقرا اسئله كامله، وكتشوف بعض مثلا واحد السؤال كيكون واحد السين او لا واحد الاشاره كيفيه حل داك التمرين او لا الحل اللي غتوصل ليه في الاسئله اللي من بعده. مرات الاسئله اللي من بعد كيعطيوك فكره على شنو خصك دير في السؤال اللي قبل منه. دونك هاد القضيه خصكم تلاحظوها، وكتكون بيان سور الى كنتي خدمتي واحد العدد ديال التمارين مهم
فكتولي عندك هاد الملكه ولا هاد المهاره انك تلاحظ كتعرف راسك انت داك الشيء اللي جاوبتي واش صحيح ولا لا، كتاكد من الاجوبه ديالك والنتائج وكتشوف الورقه ديالك واش سليمه مقاده، كتاكد انك يعني ما نسيتي حتى شي سؤال وكتعاود تشوف الورقه ديالك. وهذا الشيء اذا بقى لك الوقت بيان سيغ. كنتمنى ان هاد النصائح تكون نفعتكم. وكاين واحد النصيحه اللي هي ديما سهله باينه وكل شيء عارفها، هي انه كل ما كانت الكتابه ديالك منظمه وزوينه ولا غيداكسيون ديالك واضحه ماتيماتيكمون، يعني هادشي كيعاون صراحه في يعني تقدر دير هادشي كامل وما تجيبش نقطه مزيانه صراحه اذا ما كانتش لا غيداكسيون ديالك مقاده. البراهين اللي درتي كيحترموا لا لوجيك ماتيماتيك، هادشي كامل خصكم تكونوا عارفينه بيان سيغ ملي كتبريباريو وهادشي هو اللي كتخدموا عليه. كنهضر انا على الناس اللي كيبريباريو وكيجيو نهار الامتحان وكيلقاو راسهم انهم تيتبلوكاو تيوقعوا لهم بزاف مشاكل، هذا هو الحل ان شاء الله. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون فاتكم، اذا كان فاتكم كتبوا لي في لي كومونتير. بغيتوا مواضيع اخرى نهضروا عليها كتبوا لي في كومونتير. بغيتوا شي حوايج مازال ما هضرتش عليهم في الفيديو ديالي ديال الشروحات الرياضيات نديرهم لكم ان شاء الله. هادشي اللي كاين، كنتسنى لي كومونتير ديالكم. كان معكم زكريا ويشام من لابلاتفورم جيت فهم اكاديمي متخصصه في دروس الدعم عن بعد، واللي بغيت تسجل في العرض ولا دروس الدعم اونلاين كوسوا في ولا باك سيونس مات ولا باك سيونس اكس اولا ثانيه باك سيونس مات ثانيه باك سيونس اكس، مع اللي تواصل معنا. السلام عليكم.